في خطوة غير مسبوقة وغير متوقعة، قام المركزي الكندي بتعليق سياسته النقدية التشددية وتثبيت أسعار الفائدة كما هي، على عكس البنوك المركزية الأخرى كالفيدرالي الأمريكي، وهو أول بنك بين البنوك المركزية في مجموعة السبع يقوم بتعليق سياسته النقدية، وذلك عند المستويات أسعار الفائدة عند مستويات 4.5%. ويعود سبب ذلك بشكل أساسي إلى تأثير الفائدة على سوق العقارات والإنفاق على الأعمال التجارية. وهنا ننوه إلى التضخم بأنه في يناير تباطأ إلى مستويات 5.9%، كما أيضا استطاعت كندا بالمحافظة على نمو الناتج المحلي الإجمالي أو مستويات الناتج المحلي الإجمالي كما هي في الربع الماضي في الربع الأخير من العام الماضي. بنك كندا أول بنك مركزي رئيسي يعلق حملته التشددية كما ذكرنا بين البنوك الكبرى. هذا الأمر قد يؤدي إلى فجوة، أو هذه الفجوة بين السياسات التشددية تتجه لمستويات تاريخية خصوصا بين كندا وأمريكا، وذلك الاقتصاد الكندي أكثر حساسية لارتفاع معدل الفائدة من الاقتصاد الأمريكي، وذلك نتيجة لتكلفة الاقتراض المرتفعة على الكنديين. الأسواق الآن تتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة في كندا لأعلى مستوياتها عند 4.75% خلال عام 2023. هذا القرار أدى إلى انخفاض الدولار الكندي أمام الدولار الأمريكي لأدنى مستوياته في 4 أشهر، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الواردات على كندا ويضيف عبء على التضخم في كندا. يذكر أن في أكتوبر الماضي محافظ بنك كندا نوه إلى أنه قد يشدد السياسة النقدية بأكثر وتيرة وبوتيرة أسرع، وذلك عندما انخفضت العملة الكندية أمام الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في عامين.